لا يستطيع في موقف كهذا منع كاميرته من الاهتزاز، هو لا يهرب بها بل يحاول تجنيب نفسه رصاصة قد تمنعه من نقل ما يحدث هنا للعالم موثقا بالصوت والصورة. أما بخصوص ما يدور في هذا المكان بالتحديد في جبهة الزنوج بمدينة تعز، فالكاميرا توثقه كما في هذه المشاهد. من بعيد تظهر الصور شبابا من المقاومة يحاولون السيطرة على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع، يشتبكون معهم تارة وينسحبون تارة أخرى. هي معارك كر وفر، لكن في نهاية الأمر يدفع هؤلاء الشباب المقاوم الكثير ثمنا لدفاعهم عن تعز، ومع هذا لا يستسلمون ولا يجدون وقتا للراحة حتى من جراحاتهم المتتابعة. فالمعارك تستمر طويلا حال ابتدائها ليسقط فيها العشرات قتلى وجرحى. هذه المرة جاءت النتائج جيدة للمقاومة، فقد سيطرت على تبة الخلوة الكنبتين الواقعة بالقرب من مبنى الأريال، وسقط خلالها قتلى من الميليشيا، والتي ردت على ذلك التقدم بقصف مدفعي على محور الزنوج وجبل جرة من أماكن تمركزها في جبل الوعش والدفاع الجوي. قوات التحالف العربي شاركت في العمليات الدائرة، حيث شنت غارات على مواقع تتمركز فيها قوات الميليشيا. تستمر العمليات العسكرية في محافظة تعز في ظل استماتة ميليشيا الحوثي والمخلوع في محاولة إبقاء المحافظة تحت سيطرتها، فيما تعتزم المقاومة والجيش الوطني الاستمرار في تصفية جيوب الميليشيا وتحرير كامل أراضي المحافظة.